سلام، اخيرا عملت الحقن السحرية دي. الحقن دي هتحول الغابة خالص خالص. يا سلام. بقولك ايه، ده انا مستنيك من بدري عبال ما تعمل الحقن ده. هي هاتها بقى. لا لا اسيبها اسيبها. طب خد بقى. اخيرا موتتك وخلصت منك. ايه ده ايه ده، شنطة الحقن فين؟ راحت فين؟ يا نهار ابيض، دي اتحدفت فين دي؟ انا مش لاقيها. ياه الجو حر اوي النهاردة. ايه ده ايه ده، ايه الشنطة الغريبة اللي هناك دي؟ اروح كده اشوفها. انا ابيض، شنطة غريبة خالص. طب اخدها بقى معايا البيت عبال ما الاقي صاحبها. ايه ده، انا تعبانة اوي. يا ام سيمبا يا ام سيمبا يا ام سيمبا، الحقيني الحقيني يا ام سيمبا. ايه ده ايه ده يا ابو سيمبا، مالك عامل كده ليه؟ شكلك تعبان قوي وكمان حرارتك عالية. يا نهار ابيض، نعمل ايه دلوقتي؟ اه طب تشوفي لي علاج في الشنطة اللي هناك دي، شكلها كده شنطة ادوية. طيب طيب ماشي، فعلا فعلا ده فيها علاجات كتير اهي، فيها حقن اهي. طب اجرب لك كده. ايه اجرب لك كده؟ حقنة هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده، يا نهار ابيض، ده انا اتحولت الهالك بس بقيت احسن. الحمد لله الحمد لله يا ابو سيمبا. انت متأكد ان الحقنة اللي معاك دي هتخليني قوي؟ ايوه ايوه يا ابو سيمبا. هو انا ايه، هو انا شكلي اهبل قدامك ولا ايه؟ يا عم ده انا مخترع عظيم. طب يعني متأكد ولا هتوديني انا ايه؟ لا لا ما تخافش، يلا بس تعالى يا بو يا سكو، يلا تعال يلا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده حولتني فعلا هالك. طيب انا بقى النهاردة ملك الغابة مش سيمبا. ده بقول لكم يا حيوانات، من النهاردة انا ملك الغابة، مفيش سيمبا ده خالص ولا ابو سيمبا كمان. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ما ابو سيمبا موجود، ربنا يخليهولنا. انت بتهزر ولا ايه؟ بقول لكم ايه، اللي هسمع صوته هسجنه هنا. سامع صوتك يعني يا سكار؟ مالك ومال الحيوانات؟ بقول لك يا ابو سيمبا، انا بقيت اقوى منك دلوقتي، انا بقيت هالك. طب انا كمان هالك. لا لا انت هالك المزيف. طيب تعالى بقى شوف مين المزيف فينا. خد بقى بوبو. بوبو. عالسجن بقى هنا يا سكار. لا لا خلاص خلاص، انا كنت بهزر معاك، انا كنت بهزر معاك يا ابو سيمبا. لا يا حبيبي مفيش هزار في الحاجات دي، خليك بقى انت هنا. نهار ابيض، الشمس ايه، الشمس كانت نافوخه. لا الجو حر قوي، اروح البيت بسرعه. يا ام سيمبا يا ام سيمبا، اديني اي حاجه من الحقن ده هيت لحسن، انا حران قوي قوي. طيب طيب بص بص، هنجرب المره دي بتاعت ايه، بتاعت كابتن امريكا. ماشي ماشي يلا على طول. يا نهار ابيض، بقيت كابتن امريكا. طيب كويس. عايز ايه يا طبع منك ليه؟ سيبني في حالي سيبني في حالي. خدي هنا يا اميرة، تعالي هنا، لازم نخطفك وناخد فدية من ابوكي. يا نهار ابيض، سيبوني في حالي بقى. ايه ده سيبوني؟ لا لا مش هنسيبك، يلا ورانا عالكهف. ايه ده، فين الاميرة بنتي؟ ازاي تسيبوها تخرج لوحدها؟ ايوه ايوه يا ملك، احنا ما قدرناش، الضباع كان حواليها وخطفوها كمان. انهاركو ابيض، ازاي تسيبوا بنتي كده؟ يا حبيبتي يا بنتي، لازم اروح بسرعه الملك الغابه عشان هو اللي هيقدر ينقذها. يا ملك سيمبا يا ملك سيمبا، الحق بنتي بسرعه، الحق بنتي ياسمينه. حاضر حاضر، ما تخافش ما تقلقش، انا عارف مكانها، اكيد عند الضباع الشريره، هروح اجيبها لك واجي. يلا بسرعه يا اميره، يلا بسرعه تعالي معايا. هتروحني عند بابايا؟ ايوه طبعا، يلا بسرعه قبل ما الضباع ما تسمع صوتنا. طيب طيب يلا بينا. رايح فين يا ملك سيمبا؟ ايه اللي ممشيك من هنا ومعاك الاميره؟ انت ناس اللي في فديه لازم تدفع ولا ايه؟ طيب انا بقى هفشفش دماغكم. وتفشد دماغ مين؟ ده احنا اتنين وانت واحد. طيب تحبوا تشوفوا؟ خدوا بقى في دماغكم. يلا يلا بسرعه، يلا بسرعه روحي عند ابوك، يلا بسرعة. متشكرة لك قوي يا ملك سيمبا، مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. لا 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 لا، محتاج بسرعة الحقنة دي تاني، الحقنة دي بتخليني اقوى، اروح بسرعة اخد واحدة. ايه يا ابو سيمبا تاني، عايز حقنة تاني؟ ايوه ايوه، ده شكلها الحقن دي حقن الابطال الخارقين ولا ايه؟ اديني واحدة بسرعة يا ابو سيمبا. ماشي خد حقنة كمان اهي.
يا سلام، ايوه كده اتحولت لسبايدر مان، مفيش احسن من كده. اه انا مش قادرين، احنا عطشانين قوي. الحقنا الحقنا يا قرد يا حكيم الحقنا. في ايه في ايه في ايه يا فيلة، مالكم متجمعين كده ليه؟ الساحرة الشريرة خدت الزلومات بتاعتنا ومش عارفين نشرب ولا كمان نتنفس. الحقنا لحسن، احنا لو فضلنا على كده احنا ممكن نموت. طيب طيب خليكوا انتوا هنا، انا هروح بسرعة اعرف الملك سيمبا بالموضوع ده. يا ملك سيمبا يا ملك سيمبا، الحق الفيلة، الساحرة الشريرة خدت الزلومات بتاعتهم ومش عارفين ولا يشربوا ولا كمان يتنفسوا. النهار ابيض، لا 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 انتوا كده، ده كده ممكن يموتوا. انا رايح بسرعة للساحرة الشريرة دي. انت يا ساحرة هات الزلومات بتاعت الفيل. لا 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 اجيب ايه، ده انت هاخد مناخيرك انت راخر. تاخدي مناخير مين؟ طيب انت بقى جيتي الاضاقي، خدي بقى. خلاص خلاص خلاص، خد خد يا عم، خد زلومات الفيلة اهي. يلا يلا انا ماشية من الغابة بتاعتكوا دي. يلا احسن امشي. اتفضلوا اتفضلوا يا فيلة، كده بقيتوا احسن ولا ايه؟ ايوه ايوه متشكرين ليك اوي يا ملك سيمبا، مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه. شكرا شكرا يا ملك سيمبا. العفو العفو، امشي انا بقى. يا سلام، انا عايز اخش جوه التلفزيون ده، يا ترى اعرف اخش ازاي؟ اخش من هنا؟ ايه ده يا نهار ابيض، التلفزيون اتكسر. اعمل ايه اعمل ايه؟ خلاص خلاص هطفيه دلوقتي عمال ما بابا ما يمشي. بتعمل ايه يا ارنوب عندك؟ انت برضو لسه عايز تخش جوه التلفزيون؟ يا حبيبي ما ينفعش، احنا بس بنتفرج عليه، ما ينفعش تخش جوه التلفزيون. ايوه ايوه يا بابا ايوه، ما انا عارف ما انا عارف، لا لا مش هخش جواه ولا حاجه. ايه يا ابو سيمبا، عايز تاخد اخر حقنه ولا ايه؟ ايوه ايوه اديني بسرعه اخر حقنه. يلا طيب طيب ماشي، يلا اتفضل. يا سلام، الحقنه دي غير اي حقنه، ده فعلا حسستني بالقوه. الحقني الحقني يا ابو سيمبا، الحقني يا ابو سيمبا. في ايه يا حبيبي مالك؟ الحقني الحقني، انا كسرت التلفزيون بتاعنا وعايزك تيجي تصلحولي بسرعه يا عمو سيمبا قبل ما بابا ما يعرف الموضوع. يا نهارك ابيض، طب تعالى تعالى. فو فو فو. يلا يا حبيبي اديني رجعت لك التلفزيون اهو، بس اوعى تخش تاني جواه. التلفزيون ده بس يا حبيبي عشان نتفرج على الحاجه من بره، ما ينفعش يا حبيبي تلعب فيه وتخش جواه. حاضر حاضر يا عمو سيمبا، مش هعمل كده تاني، مش هخش تاني جوه التلفزيون ولا هبوظه تاني. شاطر شاطر يا حبيبي، واصحابنا بقى كمان هم كمان شاطرين، يدوسوا لايك اللي صباعه فوق وكمان يشتركوا في القناة. يلا بقى مع